أهلا بحضراتكم من جديد. الفقرة الحالية بنتحدث فيها عن الصناعة، وحديثنا اليوم بيختلف عن أحاديثنا فيما مضى. ليه؟ لأن أحاديثنا فيما مضى كان فيه وزير صناعة موجود والأداء ما كانش فيه يتسم به الرضا، سواء من الصناع أو من حتى في الإعلام يعني، فكان فيه نقد. لكن احنا النهاردة أمام تشكيل حكومة جديدة بنتوقع فيها أن يكون هناك وزير صناعة جديد بشكل واضح بمنتهى التجرد وإعلاء المصلحة العامة. محتاجين أراء الخبراء، إحنا عايزين إيه من وزير الصناعة الجديد، عايزين إيه من الحكومة الجديدة، لأن الصناعة ليست منفصلة عن القوانين والتشريعات، ليست منفصلة عن باقي أعضاء الملفات الاقتصادية، سواء البنوك أو البنك المركزي ولا وزير التعاون الدولي، ولا يعني هي منظومة متكاملة ومتناغمة. وقلنا أنه في أمس الحاجة إلى مجموعة اقتصادية تتسم بالتناغم والتفاهم وتوزيع الأدوار لكي يتم وضع صورة نهائية للاقتصاد المصري تحفز على العمل وجذب الاستثمارات. الصناعة في القلب. أنا أتصور أنه رئيس الوزراء مهتم بالصناعة، توجيهات سيد الرئيس واضحة تماما للصناعة. وقلنا ايضا وبنقترح اقتراحات، يعني لسه امبارح كاتب مقال بقول انه يجب ان يكون هناك توحيد للملفات المتشابهه. الصناعه مثلا مرتبطه ارتباط وثيق في تقدير، وقد اكون مخطئ هشوف ضيوفي، بصناعات الصغيره، جهاز الصناعه الصغيره في وادي ووزاره الصناعه في وادي، ويجب فصل الصناعه عن التجاره، ده قصه وده قصه، ضم التجاره الخارجيه على التجاره الداخليه عشان خاطر في تناغم وضبط الاسواق الى اخر هذا. قبل ما ارحب بضيوفي، الكلام عن التعديل او التغيير الوزاري امتى؟ النهارده؟ لا بكره، ثلاث، الاربع، الخميس. امبارح كنت بتكلم وبقول يبدو ان التغيير الوزاري سيكون بعد اجازه العيد. واضيف ايضا ان عندنا مؤتمر اقتصادي استثمار الاوروبي هيبقى مهم جدا نهايه الشهر، انا اتوقع انه يكون بعد انتهاء المؤتمر، لانه لسنا في عجله من امرنا. يعني الناس يقول لك لسه، ده انت زعلان ليه؟ الدنيا شغاله، الحكومه شغاله، مش بالشكل اللي احنا عايزينه، لا وتسير اعمال، لكن في اجازات موجوده. سيبوا الراجل يختار ناس كويسين، ادوا له الفرصه يراجع اكتر عشان يجيب ناس افضل عشان يستمروا معانا يعملوا شغل كويس. يعني احنا هنبقى سعداء لما اليمين يتحلف النهارده ولا بكره ويطلع واحد او اثنين. احنا مستعجلين، لسنا في عجله من امرنا. ده وجهه نظري، انه ننتقي عناصر قادرة على المجابهة والمواجهة والمصارحة والمكاشفة وتكون خلاقة، ما يكونش ناس تقليديين جاي يمضي ورق وخلص ومشي أمور الوزارة. أنا عايزك تنسف حمامك القديم ونبدأ نعمل شغل جديد عشان احنا عايزين نقفز قفزات بعيدة. فالتغيير الوزاري يبدو أنه سيكون في نهاية هذا الشهر أو الشهر القادم. ده تقديراتي بالمناسبة، أنه الأوضاع كلها أو الظروف كلها بتقول أنه جاري التشكيل، جاري المراجعة، جاري الانتقاء. وانا بقول اتركوا الدكتور مصطفى مدبولي ينتقي بحريه وبدقه وبرويه حتى تكون المخرجات مقبوله كما نتمناها جميعا. دعوني ارحب بضيوفي، المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئه التنميه الصناعيه السابق. باشمهندس محمد، مشرف منورني، اهلا بيك مره اخرى. المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنه صناعه بجمعيه رجال الاعمال المصريين، باشمهندس شرفتني ونورتني كالعاده. باشمهندس محمد الكلمه معك. يعني طبعا شكرا على الدعوة الكريمة، وهو توقيت فاصل، والتوقيت بتاع الحلقة أنا بعتبره فعلا توقيت يعني مختلف عن كل الحلقات السابقة أو كل الموضوعات السابقة في الصناعة. في الحقيقة احنا عانينا فترة طويلة من أزمات اقتصادية، وأزمات اقتصادية مبنية أساسا من وجهة نظري على الصناعة وقدرة الصناعة على الوفاء بالاحتياجات الموجودة للبلد. حضرتك أشرت له إشارة مهمة جدا، الصناعة ترس لا يمكن يكون يتحرك بمفرده، لابد يكون في تكامل. وهنا نقدر نقول لو انا بطلب من وزير الصناعه الجديد او بطلب من الحكومه الجديده، بطلب ايه؟ بطلب خطه واضحه تنفيذيه لمجموعه اقتصاديه على اساس الاتي: الصناعه مرتبطه بالماليه ارتباط وثيق بنسبه 100%، وده ممكن يكون هو المشكله الاساسيه في المستثمرين بره وجوه. الصناعه مرتبطه بالطاقه والكهرباء، والصناعة مرتبطة بالبترول، وليس مقصودش البترول بمعنى الغاز بس، أقصد بمعنى الثروة المعدنية والثروة التعدينية. الصناعة مرتبطة بالزراعة، وبالتالي الصناعة مرتبطة بالبيئة. فإحنا
محتاج، والمشروعات الصغيره والمتوسطه، الخمس ست جهات دول هم الحلقه الاولى التكامليه اللي المفروض يكون في خطه اقتصاديه صناعيه بتلبي الاحتياجات الطموحه للبلد. وهقول لحضرتك ايه هي، ولكن على الاقل نعرف ان احنا جربنا كتير قوي ان كل جهه من دول يكون لها خطتها ويكون لها موضوعها. والخطط كانت في الحقيقه لازم اقولها بوضوح، كانت بتوضع من قبل المسؤول، المسؤول بيحط خطه بقى على قد يعني ما يتحرك ولا لا، ولا خطه فيها تحدي، لكن بدون التكامل ما بين الخمس ست جهات الاساسيين دول، وفي جهات اكتر من كده، لكن انا بقول على الاقل دول، الجزء المالي ماليه بنك مركزي، الجزء الطاقه سواء بترول وغاز وثروه معدنيه وكهرباء، الجزء الزراعه والمشروعات الصغيره. ليه بقول كده؟ لأن عشان تقول في صناعة فأنت محتاج تحدد ما هي الصناعات المستهدفة لمصر. أنا اللي فيها ميزة نسبية، اللي فيها ميزة نسبية. أنا أقول لحضرتك على حاجة، أنا خلال الأربعين يوم اللي فاتوا دول كنت في سفريات عمل، كنت لسه بقول لحضرتك في عدة دول أوروبية وعربية وآسيوية في الفترة دي، لقيت إن مصر يا جماعة عندنا فرص هايلة هايلة. التغير المناخي أثر بطريقة سلبية جدا على بعض الدول الأوروبية اللي كانت عندها صناعات تتميز هي بيها، بدأ الصناعات دي تعتمد، هقول مثلا تعتمد على الزراعة وتعتمد على المنتجات الزراعية، بدأوا المستثمرين يرجعوا عندنا عشان ياخدوا منتجاتنا حاصلاتنا الزراعية عشان يعملوا عليها قيمة مضافة. طب ما دي كانت موجودة مثلا في أسبانيا، هدي مثال بأسبانيا. طب النهاردة انت فين من هذا الموضوع؟ عندك زراعة تقدر تبني عليها قيمة مضافة عالية جدا عن طريق صناعات مبنية على هذا الموضوع، والفرص واضحة جدا. البرازيل فيها نفس المشكلة، يعني في بعض الدول العالمية المؤثرة في الميزان مؤثرة بشكل كبير قوي، والفرصة بتتجه كلها لمصر. لكن ايه اللي بتتجه فين في مصر؟ بتتجه للقيمة المضافة الواطية المنخفضة. هنا دور الصناعة ان ياخد هذه الموضوعات سواء زراعية سواء ثروة معدنية تعدينية، كل ده يتعامل عليه قيمة مضافة. وعلى فكرة هذا الكلام لا يأخذ وقتا طويلا، مش بنتكلم على 10 سنين، احنا ممكن من سنة لسنتين ماكسيموم 3 نكون عندنا بعض هذه الصناعات والقيمة المضافة، بس لا يمكن تتم تحت وزير صناعة او تحت وزير بترول لوحده او تحت وزير كهرباء لوحده. محتاجة ان يبقى في خطة مكتوبة واضحة. المغرب مثلا، هدي مثال بالمغرب، عندهم حاجة اسمها بارومتر الصناعة المغربية. بارومتر الصناعة المغربية، ايه هو البارومتر ده؟ البارومتر ده مقاييس محددة مسبقا للصناعة ومدى تقدمها. الوزير مش بيقول انا عملت 50 زيارة ورحت المانيا ورحت فرنسا ورجعت من انجلترا، لا مفيش الكلام ده. في انت زودت عمالة قد ايه، زودت تصدير قد ايه، انتجت حاجات لم تنتج في مصر في البلد قبل كده قد ايه، وبالتالي في بارومتر واضح باهداف واضحه. هذه الاهداف بتدي قد ايه الصناعه بتتحرك وبتتطور وبتطلع طبقا للخطه. ده مربوط بايه؟ مربوط بقى بالحاجات اللي انا قلت عليها. ليه؟ لان احنا النهارده ومجدي بيه يعني اكد هذا الكلام او ينفيه، المستثمر بيجي يلاقي عنده مشكله. على فكره ليست الحوافز، انا بقول للمسؤول اللي جاي، ليست الحوافز الاقتصاديه او الماليه هي الاساس في جذب المستثمرين الاجانب ابدا. الموضوع هو المناخ والربط بين الجهات وبعضها. باجي النهارده اخد، بس هي جزء يا دكتور، جزء، لا انا بقولش انها لوحدها، بقول مش لوحدها، لكن هي 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 محتاجه تكامل، مش هي الفيصل يعني، مش هي الفيصل. تمام تمام. فالتكامل وخطه موضوعه، وناخد شويه وقت في الخطه، مفيش مشكله، لان احنا كل مره بقول ايه، ما عندناش وقت، عاوزين نجري وعاوزين كويك وين وعاوزين شورت تيرم. هذا الكلام بيخلينا دايما ما عندناش خطه، دايما ما عندناش اهداف. انا بقوله النهارده فين خطه وزاره الصناعه او غير وزاره الصناعه على مدى 4 5 6 سنين فاتوا، 10 سنين فاتوا، خطه حقيقيه. بس الخطه ليست مربوطه بشخص، مش شخصنه، خطه الدوله مش خطه الوزير، خطه الدوله يا فندم، خطه الحكومه. صح كده. مجد بيه، الحقيقه انا متفق، عايزين بقى براحتنا كده لانه الوزير لسه ما يعرفش مين ده، فبراحتنا خالص. بص حضرتك، هو طبعا انا اتفق مع دكتور محمد في موضوع ان وزير الصناعه مش بيشتغل لوحده، ده جزء من مجموعه تروس موجوده اللي هي المجموعه الاقتصاديه، بضيف على الوزارات اللي تم ذكرها، يعني وزاره العدل وزاره الماليه وهيئه المجتمعات العمرانيه، هي دي الاماكن اللي وزير الصناعه طول النهار بيتأثر بيها. يعني وزارة العدل كل التشريعات اللي موجودة، التشريعات الاقتصادية اللي بتمس النظام الصناعي، المفروض كحوافز استثمارية أو نظام ضريبي، كل ده بيأثر على الاستثمار في الصناعة. طبعا احنا يمكن كنا عقدنا مؤتمر للصناعة من حوالي شهر تقريبا، وذكرنا فيه ان احنا محتاجين ثبات للتشريعات الاقتصادية
خصوصا الصناعيه، لان تغيير التشريعات دي باستمرار بيخلي المستثمر منتظر تغيير جديد وبعدين يبدا يخدم على الاستثمار. دايما احنا بنقول ان الصناعه هي جزء من ثلاث اجنحه مهمه جدا، الاستثمار والتصدير. الاثنين دول لو دخلوا جوه الصناعه بيؤدوا الى نهضه صناعيه في البلد. يعني لو استثمرنا استثمار صناعي، الصناعه دي هتؤدي الى حاجات ايجابيه كثيره، منها مثلا تشغيل عماله والتقدم في الناتج القومي، بان حجم الناتج القومي بيزيد لانك انت استثمرت وزودت الانتاجيه، وبعدين بيبقى في فائض كمان فبتقدر تصدره فبتزود الصادرات. فاذا الموضوع مربوط ببعضه، مش موضوع صناعه وبس، موضوع صناعه واستثمار، والاستثمار ده بيؤدي الى التصدير. اللي بيتحكم في التلات اجنحه دول مع بعض مش وزير الصناعه لوحده. عشان كده انا ما اقدرش اقول ان تغيير الوجوه، يعني نجيب وزير صناعه جديد ونحط وزير صناعه حديث يعني او عنده خبره وعنده معلومات، مش بالضروره انه يغير ويحسن الوضع في الصناعه، في قطاع الصناعه بالتحديد، لكن لانه مربوط ب وزارات اخرى وتشريعات كثيره. يعني احنا مثلا كنا بنطالب بقانون الصناعه الموحد علشان نفض التشابك ما بين التشريعات المختلفه والتحكمات والاستثمار، لان انت عشان تعمل مشروع صناعي انت محتاج ارض، وعشان تاخد الارض لازم جهه الولايه كانت متوزعه ما بين هيئه التنميه الصناعيه، وبعدين قبليها كان هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده وهكذا. طبعا ايه الاراضي المخصصه للمحليات في المحافظات؟ في اراضي صناعيه مخصصه للمحليات في المحافظات المختلفه. فيعني وجود تضارب، خلينا نقول، او عدم تناغم ما بين الجهات المختلفة ما بيأديش للنهضة اللي احنا بننتظرها. وزير الصناعة مطلوب منه انه يتبنى فعلا استراتيجية، استراتيجية واضحة للصناعة، ويبدأ يشتغل عليها بخطة وخطة تنفيذية. يعني مش بس يحط الاستراتيجية وما يحطلهاش خطة تنفيذية، يعمل خطة، بس الخطة دي هتكون معتمدة كاستراتيجية، معتمدة على الجهات الاخرى والوزارات الاخرى. الوزارات الاخرى بتلعب دور مهم جدا في تنفيذ الخطة اللي هيحطها وزير الصناعة عشان يقدر ينجح. طبعا هو ممكن يعمل خريطة صناعية، بس برضو مرتبطة بالاتفاقيات التجارية، لان هي دي اللي ممكن تفتح لنا ابواب للتصدير اكتر، لان ده محتاج دراسات. الدراسات دي تتم عن طريق التمثيل التجاري، وعن التمثيل التجاري من حسن الحظ انه بيتبع وزير الصناعة والتجارة، فهو يقدر ياخد الفيدباك بتاع الناس بتوع التمثيل التجاري، ايه المنتجات الاستراتيجية اللي نقدر احنا عندنا ميزة فيها نقدر نصنعها ونقدر نصدرها للبلاد دي في دول العالم. صحيح. ده طبعا كله يعني احنا شفناه لما عملنا اجتماع مع التمثيل التجاري مع دول البريكس، او لما اعلن ان مصر هتخش البريكس في 1/1. الكلام ده كان السنة الماضية، يعني في شهر 11 تقريبا، بعد ما أقروا دخول مصر ومجموعة من الدول الأخرى، السعودية والإمارات وإيران وكذا دولة يعني. فإحنا قلنا إحنا هنعمل كونفرنس كول أو نعمل زوم ونشوف التمثيل التجاري في كل دول البريكس اللي هي الإكزيستنج، ونشوف إيه اللي ممكن يدهلنا. وفعلا كان عندهم إنبوت وعندهم تقارير ممكن يساعدونا كمصر، ايه اللي احنا نقدر نهتم بيه عشان نقدر نظبط ميزان التجاري بيننا وبين دول البريكس. تلت تجارتنا مع العشر دول بتوع البريكس، تلت التجارة المصرية. فده كله الحقيقة نقدر نقول مترابط مع بعض. في خطوات كتير قوي لازم تأخذ، مش بس من وزارة الصناعة، لازم من الحكومة ككل. عشان كده يعني حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحقيقة مثلا مطلوب منها كتير، مش مطلوب منها بس وزير صناعة يكون عنده خطة. هو ممكن يعمل الخطة، بس تنفيذ الخطة هيقع على عاتقه وعاتق مجموعة وزارية أخرى غيره، وهم مطلوب منهم أنهم يتعاونوا معاه.
عشان كده بنطالب بيبقى في استراتيجيه، وفي الاستراتيجيه دي ليها خطه تنفيذيه واضحه ومع سنين محدده. احنا لازم نوصل النهارده من حسن الحظ قياده سياسيه سياده الرئيس شخصيا مهتم جدا بالصناعه، لان هو عارف ان اعوام الصناعه هي اللي هتؤدي الى التنميه المستدامه. النهارده قطعنا مرحله معينه في عده مجالات، في يعني في موضوع الطرق وفي موضوع الصحة وفي موضوع التعليم شغالين عليه دلوقتي، يعني في ملفات كتير اتفتحت وحققت بعض النجاحات أو حققت نجاحات كبيرة في الفترة الماضية. جه الدور بقى دلوقتي على التنمية المستدامة، سواء طبعا القطاع الزراعي الرئيس مهتم بيه، وفعلا حصل نوع من أنواع زيادة المساحة المنزرعة. النهارده في منتجات بدات تطلع من توشكا ومن شمال الوادي. يعني الموضوع فيه احنا عندنا ملفات كتير قوي وعندنا سيكتور كتير قوي، عشان نقدر نشتغل على كل الملفات دي مره واحده بنفس القوه مش الامكانيات بتاعتنا مش هتساعد. صحيح. ده وبالتالي احنا دلوقتي المطلوب وكده السياسيه شايفه كده الحمد لله ان يبقى في اعوام سنه واثنين وثلاثه للصناعه، يبقى التركيز كله والدعم كله للصناعة. إذا شفنا الصناعة بتاخد دعم إيه بالنسبة للدعم الاستهلاكي، إحنا عندنا دعم استهلاكي طبعا بيمس أفراد الشعب كله إحنا عارفين، لكن أنت بتدعم مثلا الكهرباء وصلت لفوق 100 مليار، فأنت بتدعم 100 مليار وشوية في الكهرباء، بتدعم في البترول ومنتجات البترولية دعم برضو يصل لأرقام في 10 شهور خدنا 100 مليار. يعني عاوز اقول لحضرتك احنا لو صناعه دي دخلنا لها بس 50 مليار لدعمها الصناعه هتروح في حته تانية خالص خلال سنه خلال سنتين. ضخ جزء من الدعم، وده انا بسميه دعم انتاجي لانه لا يهدر، الدعم ده هيعود على طول على عائد مباشر للاقتصاد القومي. فده غير الدعم الاستهلاكي اللي بيروح بقى في البنزين وفي الكهرباء والحرق. خليني استاذن حضراتكم نطلع فاصل قصير ثم نعود، فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد باشمهندس محمد. يعني اعتقد ان محتاجين روشتة وليس لدينا رفاهية الانتظار الحقيقة. صحيح. لانه احنا بنتكلم كتير قوي. طول عمرنا بنتكلم على الصناعة وبنحب الصناعة وندللها يعني نتناولها الصبح وبالليل والضوء، يعني كل الكلام الحلو والاستثمار جي الاستثمار والتصدير والصادرات والتنمية الخمسية والخطة الخمسية احنا طول عمرنا بنتكلم بننتج كلام، لكن في النهاية الاثر على الارض اقل. ولو ما كانش كلامي مظبوط ما كانش ده بقى حالنا دلوقتي. صحيح. اتفضل. لقد هرمنا في هذا الموضوع. لو عاوزين نروح لنقط محدده نبدا بالموارد البشريه. لان الشخص زي ما بنتكلم على الوزير احنا محتاجين نقول بعد ما قلنا التكامل بين جهات مختلفه ده مهم جدا ومطلوب، نيجي نتكلم بقى على كل وزاره، وهتكلم على وزاره الصناعه مثلا او اي وزاره زيها. ما هو الوزير لوحده عمره ما هيعرف يعمل حاجه. انت محتاج ملفات باهداف محدده بمساعدين او نواب محددين لاهداف محدده تنفيذيين وليسوا على المنصب السياسي. الوزير هو منصب سياسي ومنصب متابعه ومنصب خطه وتخطيط من فوق. لكن مجدي بيه في كلامه قال ايه؟ قال استراتيجيه وخطه تنفيذيه. طب مين اللي ينفذ في الخطه التنفيذيه؟ الوزير بقى يا فندم. الوزير لازم ينزل يشتغل ولازم يكون معاه يا فندم، لازم يلبس العفريته دي. ايوه يا فندم. عفريت الشغل ده لازم ينزل يشتغل. معلش يعني انا محترم تماما فكره الاستراتيجيه والتخطيط والسيادات اللي فوق الثقافه والمجتمع المصري محتاج اللي يشمر ويشمر يشتغل. بص يا فندم يشمر فمحتاج ادوات تنفيذيه ازرع له، لان هو عمره ما هيعرف ما يحسن اختيار الناس، وحتى لو اختار ناس كويسه هو ده الكلام يا فندم. يبقى اذا واحد اختيار ناس تنفيذيين قادرين على التنفيذ في ملفات متخصصه، يعني لو انا قلت صناعه بتكلم على مثلا التصدير، يبقى لازم حد في وزارة التجارة والصناعة مركز في موضوع التصدير ويتسئل على موضوع التصدير.
لو انا قلت التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا والتعليم الفني، لان ده من الموضوعات المهمه جدا اللي بتخلي المستثمرين يحجموا عن ان هم يجوا عندنا. هاجي اجيب ناس منين واجيب عماله فنيه منين؟ اه بدات الدنيا تتحرك في بعض القطاعات الصناعيه وبعض الشركات تعمل الكلام ده، لكن التكنولوجيا انا ادي مثال وقلته هنا، ولما رحت سافرت اللفه دي كمان في الفتره الاخرانيه شفت بوضوح مفيش صناعه فندم من غير تكنولوجيا صناعه ومعدات والات وماكينات. احنا مصر محتاجه تطور نفسها في هذا المجال بشكل كبير جدا جدا، وده مجال مش صعب، احنا عندنا شركات كبيره نقدر نجيبها ونستقطبها، بس يبقى حد مسؤول عن النتيجه مش كلام كلام. احنا ممكن نتكلم على الموضوع، يعني احنا اتكلمنا على بعض الحاجات التعدينيه، الصودا ايش الموضوع الفلاني، سنة نتكلم علينا بما يعني سنة. لا انا عايز بس اضيف يعني في النقطه دي، معلش هعمل مقاطعه صغيره. بص حضرتك، في برامج للمنح دوليه موجودة علشان التكنولوجيا الحديثة طبعاً. احنا مش بنستفيد بالمنح والبرامج هو دي هو ده كلام كما يجب، يعني عاوز اقول الدول ما تحطش في نطاقها يعني في المكان، يعني مرات بترجع اقول لحضرتك ما بناخدش نصيبنا منها. يعني في البنك الاوروبي عامل منح مثلا وبرامج لافريقيا مبلغ معين او بادجت معينة، البادجت دون احنا ما بناخدش نصيبنا منه وبيروح لافريقيا او بيرتد يا فندم. فده مطلوب ايه؟ مطلوب حد في وزارة الصناعة يبقى مسؤول عن المنح الخاصة بوزارة الصناعة ويبدأ يشوف ازاي يوجهها وازاي يستغلها. لا وزارة الصناعة ما فيهاش حد للعلاقات الدولية والحاجات دي بيعتمد على وزارة التعاون الدولي بتجيب له المنح. انا بقول لا بوضوح، احنا محتاجين مسؤولين أزرع تنفيذية تاخد ملفات تشيلها وتنفذ الملف، والوزير يتابع الملف لما بيتنفذ بالعفريت الزرق اللي حضرتك قلت عليها. لكن وزير بيتابع الموضوعات عموما من فوق وبيتابع الأخبار ويبقى زيارات، ده ما يجيبش نتيجة. فأول حاجة أنت محتاج تبقى عندك فريق عمل، من غير فريق عمل فندم لما بنيجي نأسس شركة وبنأسس موضوع استثماري أو أي شركة كبيرة أو صغيرة، أول حاجة بنحسن اختيار فريق العمل، وما ينفعش أحسن خيار مدير عام وأقول خلاص هو مدير عام هيعمل كل حاجة. السؤال السريع، هل عندنا موارد بشرية تستطيع تحقيق هذه الطموحات؟ طبعا ولا ما عندناش؟ عندنا، بس احنا عندنا. لا نحسن الاختيار، لا نحسن الاختيار، واحيانا بنخاف ونجامل في الاختيار، واحيانا بنخاف من الاختيار، بنخاف نجيب ناس جامده. فده موضوع. الموضوع الثاني لابد ان احنا ناخد ملف الصادرات ونبص عليه بصه. انا هقول في دقيقتين. هو انا ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. هو القطاع الصناعه مثلا كما افهم، يعني قطاع الصناعه وقطاع الزراعه وقطاع التعدين واي قطاع، اول سؤال اساله هو بيديني حصته في الناتج المحلي الاجمالي قد ايه؟ في الجي دي بي قد ايه؟ ايوه مثلا 15%. ايوه بيشغل عماله قد ايه؟ ده اللي اتعلمناه يعني بالظبط. وبيصدر قد ايه؟ ايوه صح كده. والقيمه المضافه قد ايه؟ هو دي النقطه الاساسيه. لان انا ممكن اصدر رئيس مره كشاف قال اصدر حلو اصدر 45 مليار، المدخلات اللي جايه من بره قد ايه؟ 40 يبقى اصدر بخمسه. يبقى ما اضحكش على نفسي. لا احنا عشان كده عاوزين نقول ايه يا فندم، الملف يبقى موجود قيمه مضافه، نقل تكنولوجيا، رفع مستوى يا فندم. انا ازرع منتج معين واصدره زي ما هو، طب انا عملت ايه؟ ما كويس. هو كويس من ناحيه معينه من قطاع، لكن كصناعه انا بتكلم كصناعه. ليه صدر برتقال؟ ليه صدر فراوله؟ ليه ما حولوش لمنتج؟ ليه صدر فلوسات ليه مثلا؟ لا ممكن اصدر ده وده يعني. هو ايوه بس انا بقول الصفه الغالبه بقاش انا راجل بنتج بس واصدر وخلاص ويرجع لي ثاني عصير بشتريه. لا يعني انا هدي حضرتك مثال مجدي، هدي حضرتك مثال صغير في الصادرات عشان بس نعرف قد ايه احنا عندنا فرصه. احنا بنصدر لخمس دول تلت صادراتنا، خمس دول بس، ايطاليا وامريكا والسعوديه والامارات وتركيا. الخمس دول متوسطهم 2 مليار سنويا تصدير، وتركيا هي اللي 3. حلو كده. طب دول كام؟ دول 12 مليار تقريبا، بتكلم في تلت التصدير كله. في عندي في العالم فوق ال 197 دوله، احنا بنتكلم في تلت صادراتنا الخمس دول. طب لا خد ملمح تاني، اذا اقدر اصدر لايطاليا واقدر اصدر لامريكا مش هقول الامارات والسعوديه، يبقى انا عندي قدره على ان انا اصدر للعالم لان عندي منتج. طب ليه 2 مليار؟ طب السؤال الثالث، ال 2 مليار للسعوديه او للامارات او لايطاليا كام في الميه من وارداتها في نفس اللي انا بصدره؟ رقم بسيط جدا جدا. فواضح عندنا فرص، بس مين المسؤول عن الفرصه؟ اذا الكلام بقى عام وبنتكلم عموما على الصادرات، عموما على الصادرات، الحاجه المهمه قوي اللي انا بنصح بيها اي مسؤول اي وزير هيجي في هذا الموضوع، ما تعتمدش على النسب. نقول احنا ايه السنه اللي فاتت عن السنه دي زدنا 15%. ايوه ال 15% دول يساووا كام؟
يساوي 300 مليون مليار 2 مليار. احنا بنتكلم في ايه؟ الدول بتزيد بالعشرة وبالاثناشر وبالخمستاشر مليار في القطاع الواحد. فلما اتكلم على نسب دايما احنا علمونا في الستاتستكس وفي الهندسه وفي ان لما تتكلم على نسبه بس النسبه مضلله، ما ينفعش تاخد نسب وتقول النسبه شكلها عالي لان ممكن تكون القيمه قليله. فدايما كلامنا عن النسب بيخلينا نحس ان في تقدم بيحصل. يعني لما اجي اقول صادراتي كانت 36 مليار وبعدين السنه اللي بعدها 36 مليار، لكن نفس الكلام اقول ايه بقى؟ القطاع الفلاني زاد 15 والقطاع الفلاني زاد 25. إيه فين الزيادات ديت؟ فين الزيادات دي؟ فاحنا محتاجين ناخد بالنا الموضوع ليس نسب ولكن هي نسب وقيم، ولابد ان يكون في مستهدف انا بقيس عليه مش بقيس على اللي تم واللي اتعمل. دي نقطه ثانيه في التنفيذ. احنا انت عارف يا دكتور احنا حاليا عندنا فرصه ذهبيه. الفرصة الذهبية دي ايه؟ ان في توجه للاستثمار في مصر من دول كثيرة من الدول المستثمرة الصناعية. يعني اذا جبنا مثال الصين جدا، الصين وتركيا ودول اخرى حتى امريكا، يعني الدول دي كلها بتفكر في مصر لان مصر عندها مميزات اقتصادية وموقع يسمح لها انها تغزو كل دول العالم. انت تقدر تصنع في مصر وتبعت لاوروبا، فعشان كده في شركات بزيرو جمارك. في ما كلها اتفاقيات، ما بقول لحضرتك مش لوحدك، مش لوحدنا، في منافسين لينا. فاحنا احنا بنركز ان انا عظيم وهتجيلي هتجيلي. ما هو المغرب شغاله وتونس شغاله، دول اللي بتفكر وتشتغل وعمل. والسعوديه بتخاطب كل المستثمرين. بص انت عندك مميزات اخرى يمكن في الاستثمار بالتحديد، لو فتحنا ملف الاستثمار وشفنا ايه اللي جواه عندك شويه مميزات ممكن تنهانسيت او تظبطها وتقدر تستفيد بقى كويس قوي. ايه المميزات اللي عندك؟ انت عندك قوة عاملة. القوة العاملة دي كل اللي ناقصها تدريب، تدريب لمدة 6 شهور سنة. مين هيدربها؟ اللي يدرب. المفروض المؤسسات القطاع الخاص يشتغل يساهم يدرب. وده بدأ. يعني انا عاوز اقول لحضرتك ده بدأ النهاردة، مش بدون ذكر اسماء، لكن في مدارس ثانوية صناعية كثيرة في المصانع وهي دي اللي بتقدر. انا فاكر في بتاع الصناعة الاتحاد الصناعات كنت حضرتك موجود وسيادة الرئيس 100 مدرسه او حاجه كده. في مدارس كتير بدات تزيد والنهارده القطاع الخاص بدا يحط ايده جوه موضوع التعليم الفني بعد الاعداديه، وده هيخرج فعلا كوادر كتير جدا تشتغل على طول. دي هتشتغل على طول داخليا وخارجيا، هيبقى مصدر برضو للتصدير، يعني ممكن تصدر عماله كفء. الحاجه الثانيه المهمه جدا ان مع دي ايفالويشن اللي حصل لسعر العمله أصبح سعر الأيدي العاملة في مصر منافس للغاية. صحيح. أرخص من الصين. عاوز أقول لحضرتك إن هنا العامل المصري يمكن بيقبض ربع العامل الصيني. ليه؟ لأن بس هو ينقصه الإنتاجية، ينقصه التدريب، ينقصه الكفاءة في العمل. اديله بقى دون وهو هيبقى فيزا تصديرية مهمة جدا. فعشان كده ليه المستثمر يجي لمصر وما يروحش المغرب او ما يروحش دول اخرى؟ انا مش عاوز اسكت دول يعني. صحيح. لا صحيح. لا ده احد الاسباب. المغرب ما عندهاش الحقيقه القوى العامله الكافيه. يمكن هي نجحت في بعض التخصصات او بعض السيكتورز وخصوصا السيارات والصناعات المغذيه بتاعتها، لكن المغرب ما عندهاش كتير ايدي عامله عشان نقدر تقول منافس طبيعي لينا. احنا نقدر ننافس وننافس كويس، بس اللي هيجي ينافس كمستثمر اجنبي عاوز يضمن حاجتين. الحاجه الاولانيه ياخد حصه من السوق المحلي، والحاجه الثانيه ياخد حصه من التصدير. يعني هو بيجي عاوز ينتج 50% للسوق المحلي و 50% للتصدير. دي تدي لك ميزه كبيره لانك انت سوق كبير كمان، فانت بالاضافه لاتفاقياتك الكثيره، وفي بعض الدول ما عندهاش اتفاقيات في افريقيا، انت عندك في افريقيا وعندك في اوروبا وعندك في تركيا، يعني عندك اتفاقيات كثيره زيرو كاستمز، فبتدي لك دفعه قويه جدا. عشان كده الفتره الاخيره دي لو حضرتك ملاحظ ان في استثمارات صينيه كثيره بدات تنزل مصر على ارض الواقع. صحيح. صحيح. والسبب ايه؟ عينها على السوق المحلي وعينها في نفس الوقت على التصدير، هتصدر لاوروبا وهتصدر لافريقيا، فاصبح بيقدر في دراسه الجدوى بتاعته بيقدر يقول ايوه المشروع ده ناجح، وبيعتمد على عماله مصريه، وعارف ان العمال المصريه لو دربها لمده 3 شهور 6 شهور هو بيدربها، بيجيب كوادر ويدربها. صحيح. فدي بتنشئ عماله باسعار معقوله بالنسبه له بمقارنه بدول اخرى، وفي نفس الوقت يقدر يصدر وبيصدر باسعار كويسه. عندنا امثله ناجحه كتير على فكره. انا دايما بطبعي مش متشائم، يعني
انا شايف ان الدنيا ممكن تتحسن. هو الفكره في ايه؟ انا معاك، انا متفائل والله. على فكره الدنيا، على فكره لو احنا لو انا مش متاكد ان هي ممكن تتحسن بسرعه ما كناش كلمنا. ما نقول الكلام ده ليه؟ هنقوله ليه؟ بص يا فندم، احنا اللي بنقوله ده كله كلام كويس، لكن ايه اللي بيضيع الموضوع عندنا؟ اولا عدم التكامل واتكلمنا عليه، تحديد مسؤولين ومسؤوليات تنفيذيه علشان نقدر نقول ناخد نتائج. تعال بقى نتكلم على خطه العمل. احنا محتاجين نستهدف صناعات محدده، لان احنا لو فكرنا في كل الصناعات، قطاع الصناعات والمواد البناء والغذائيه والصناعيه والكيماويه كتير قوي، انت محتاج تقول مصر فين. وعلى فكره الكلام ده معروف، عندك ميزه نسبيه، وعندك ميزه نسبيه فيها. فتعمل ايه فيها؟ تحدد هذه الصناعات وتبدا تجذب مستثمرين. هو لسه عرفها بقى معروفه؟ اي يا فندم، معروف صح، بس هقول لحضرتك معروفه. احنا شطار معروفه والعمل بيتم عليها كلها يا باشمهندس، كلها يا باشمهندس. باشمهندس صدرنا حديد، مجموعه عز صدرت الحديد ب 1.1 مليار دولار. ايوه بس. ايوه يعني احمد عز لوحده مجموعته صدرت من جمله الصادرات المصريه 1.6 مليار دولار. طب ده سكسس ستوري نقدر ندرسها ونشوف ليه. هو انا ركز يا فندم. لا بص، انا لو وزير صناعه هروح اقعد، اروح المكتب واقعد مع، تعالى يا عم افتح ورقك. ايه يا عم العبقري، عايز اعمل زيه، بيطلع عايز اخلي الاسمده تعمل زيه. أيوة. اخلي الملابس تعمل زيه، اخلي الاقطاب تعمل زيه، اخلي المنتجات المنزليه. يا جماعه احنا ليه بنكره النجاح؟ انا بسال والله. بص، ثقافه المجتمع عايزين ننجح. هو باين خالص من غير ما حد يقعد معاه، هو باين الراجل بيطلع منتج جيد بسعر منافس، وزي ما انا قلت استفاد من ايه؟ استفاد من الايدي العامله المصريه، مدربها. لا، ودرب الناس، دربهم. طبعا، بس برضو بعد التدريب وبعد تكلفه التدريب وبعد المعدات والتكنولوجيا الحديثه اللي استخدمها، بقى اصبح النهارده كل المكاتب الاستشاريه في مصر تعتمد حديد عز. طيب الاول في افريقيا ولا في الدول العربيه؟ انا شفت الارقام اللي اعلنت في البورصه بتاعتهم. لا، وقفت يا باشمهندس، تجربة نجاح زي ما حضرتك قلت، قصة نجاح. طبعا طبعا احنا فنان محتاجين نركز، زي ما عز ركز، وزي ما شركات كتير ركزت وطلعت بارقام كويسة. على فكرة لو بصينا لاجمالي صادراتنا اللي احنا بنقول عليه ال 35 36 مليار، هنلاقي عدد محدد من الشركات، محدد ومش كبير. دي مشكلة كبيرة جدا، لان ده معناه ان انت قاعدة الهرم مش هي المصدرة، مشوهة. قاعدة الهرم مش هي اللي بتنتج منتج جيد، قاعدة. وبالتالي احنا محتاجين نقول ايه؟ طب احنا عاوزين 4-5 صناعات ومنتشرين لمده 3 سنين، كل التركيز عليهم، وبعدين ناخد 3 صناعات تانيين، وبعدين ناخد 3 صناعات تانيين. زي يعني، مش هرجع اقول المغرب، هرجع اقول السعوديه، هرجع اقول بيركزوا في صناعه محدده. انا مشكلتي فين؟ احنا عارفين كل حاجه وبنشتغل في كل حاجه وما بنطلعش نتائج في كل حاجه، هي دي المشكله. احنا محتاجين نعمل ايه؟ نستهدف يا فندم، زي التسويق يا فندم. حضرتك عندك في الشركه او في اي شركه بتستهدف مين التارجت سيجمنت، مين الكاستمر، مين المنتج. احنا لازم نعمل كده في صناعاتنا المختلفه. تعال ناخد صناعات المواد البناء، يبقى اذا الصناعه الفلانيه والفلانيه والفلانيه هنركز على مده 3 سنوات. بص بقى، كل الدعم من الدوله، كل الدعم من الطاقه، كل الدعم للتصدير، كل لازم تطورها. ايوه لازم فندم، تدخل تكنولوجيا حديثه. هو ده، تكنولوجيا حديثه مش هتطلع منتج بجوده مقبوله عالميا ولا مقبوله محليا حتى. اللي انا بقول عليه التركيز دي كانت مشكلتنا دايما، يعني ان المنتج المحلي كان بننظر ليه في فتره من الفترات السابقه على انه رديء. النهارده المنتج المحلي اصبح بيضاهي المنتج المستورد، بل بالعكس انت بتقدر تصدره ومنتجات فيها تكنولوجيا، بس كل المطلوب تحديث المصانع المصريه. مش عايزين يحصل لنا زي ما حصل في مصنع الحديد والصلب او مصانع المحله الكبرى. المصانع دي هي كانت منتجه وجيده جدا في فتره من الزمن، فايه اللي حصل لها؟ الاداره. ما حصلش تطوير. ما مشكله الاداره يا تطوير الاداره، والترهل والاعتماد على ان بقبض وخلاص. الاداره والمحاسبه. دخل بقى تكنولوجيا حديثه، طور المكن اللي موجود. النهارده التكنولوجيا الجيل الرابع دي بتقدر توري لك المشكله هتحصل امتى، وترفع الكفاءه وتقلل التكلفه. احنا عندنا ثقافه الصيانه دي عيب. لا، ده مش صيانه، يعني عموما المكن والحاجات دي والتحديث، ويقول لك والابحاث. أيوة. والحاجات دي كلها الحاجات مش هي يعني حاجه مرتبه. لا لا، هي دي ده، انا شايف ان هي دي المفتاح. انا يعني الحوار بيطول، الوقت ده خلص، لكن يعني ما تاخذونيش، يعني شايف انه ما يقف حجر عثره امام تطور الصناعه المصريه كلمة واحدة، الفهلوة، ثقافة الفهلوة. أنا عايز أكسب، أنا عايز يا عم أعمل قاعدة صناعية، أنا عايز أكسب بسرعة، أنا عايز أصدر، أجيب مستلزمات من بره وأركبها بجوات وأصدر تاني، وأقول المكون المحلي 45%. أنا شايف إن فيه فهلوة، ده مرض عضال أصاب
اجزاء كثيره من النشاط الاقتصادي بتاعنا. لو احنا واجهناها اعتقد ان احنا ممكن نعمل حاجه مختلفه. كلمه اخيره يا باشمهندس. كلمه اخيره، حتى لو في فهلوه يبقى دورنا ان احنا نعمل تنظيم وتوجيه لهذا الموضوع، تخطيط مظبوط، اهداف تنفيذيه مظبوطه، مسؤولين يتحاسبوا ويتسالوا على النتائج اللي بتقول الدوله عايزاها، واستهداف واضح وبارومتر صناعه واضح، اقدر كل 6 شهور او كل 3 شهور اشوف ايه اللي بينجز فيه. لكن انا اقعد سنه واثنين استنى منتج او ثلاثه وفي الاخر ما بلاقيش المنتج وابدا من جديد من الزيرو، هو ده اللي مودينا على حساب بشرنا الوطني. بالظبط كده. كلمه خير. خريطه صناعيه متكامله دايناميك نقدر نحسن فيها باستمرار ونحركها، تاخد سيكتورز معينة وتبدأ تشتغل عليها للسوق المحلي وللتصدير. والنقطة الثانية ان لازم نروح بقى نخش في الرقمنة، لان النهاردة التكنولوجيا الحديثة طبعا بتنتج المنتج كونسيستنت بجودة عالية في وقت قصير جدا، فلازم يبقى في تكنولوجيا الجيل الرابع، ولازم الاي اي يبدأ يخش في المصانع، ولازم الكلام ده كله عشان يتم محتاج دعم حكومي. أنا بشكركم جدا، المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، والمهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين. هنتقابل أكيد مع تسمية وزير الصناعة إن شاء الله الجديد إن شاء الله، متفائل إن شاء الله، ونضع يعني روشتة إنجاز التعبير أمام المسؤولين، لأنه المشكلة والهدف كلنا مع بعض بيصيبنا إما بالخير إما صحيح بالشكل. شكرا جدا مهندس محمد. شكرا يا كرام. يعني جاءنا منذ قليل انه حركه حماس والجهاد الاسلامي معا قدم الرد الفلسطيني على المقترح الامريكي. والحقيقه البيان الصادر من حركتي حماس والجهاد، الاخ اسماعيل هنيه والاخ زياد النخاله في مقدمه وفد مشترك من حركه المقاومه الاسلاميه حماس وحركه الجهاد الاسلامي، سلموا الرد للفصائل الفلسطينية إلى طرفي الوساطة قطر ومصر. يعني النهاردة مصر وصلها رد حركتي الجهاد وحركة حماس، والحقيقة مفيد. يعني طبعا هم قالوا ردهم وطالبين بعض الأمور، الانسحاب من معبر رفح، والانسحاب من وقف إطلاق النار، وقف كامل إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من كامل غزة، ويعني شوية تفاصيل فنية. لكن الرد الحمساوي الفلسطيني وصل إلى مصر وإلى قطر، وده أتصور أنه كان في ضغط على حماس من المجتمع الدولي، حماس موقفة، حماس موقفة، حماس موافقة، أو حماس بعدت الرد. المشكلة الآن والأزمة الآن في داخل إسرائيل، والتكتل الإسرائيلي في حكومة الحرب بدأ ينهار، وبدأ تفكيك الحكومة الإسرائيلية. هل بتستمر الحكومة الإسرائيلية في الانهيار أم يصمد نتنياهو؟ أنا في تقديري أنه نجحت الولايات المتحدة في الضغط على نتنياهو، وسيضطر للموافقة حتى لو كان هذا على حساب اليمين شديد التطرف سموتريتش وبن غفير. في كل الأحوال يبدو أننا مقدمون على الفصل الأخير من هذه المأساة التي ضربت غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن. يعني أدعو الجميع وأتمنى أن نصل إلى ما يمكن أن يحقن دماء الشعب الفلسطيني، وما يمكن أن يعيد الهدوء ثم السلام ثم الانطلاق نحو والانخراط في مفاوضات نهائية لرسم حدود دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة على حدود ما قبل 5 يونيو 1967. أتمنى ذلك، ودعوتكم. كل عام وأنتم بخير، فإن شاء الله نلتقي بإذن الله غدا في حلقة من حلقات برنامج المشهد، وربما يكون هناك جديد نعرضه على حضراتكم فيما يخص الانتخابات ونتائج الانتخابات الأوروبية التي جاءت باليمين المتطرف، وأيضا الرد الحمساوي وردود الفعل الأمريكية الإسرائيلية إن شاء الله في حلقة غدا من برنامج المشهد. انتهى وقتي، نلتقي غدا، دمتم في أمان الله.